كتلك الطريق المؤدية إليها تظهر صعوبة معركة جبهة الضباب لتكون هي الأهم حالياً، وتتنوع فيها الهجمات وأساليب الدفاع. فحين يسعى الحوثيون جاهدين للسيطرة عليها ومعاودة محاصرة مدينة تعز كلياً، كما كان الأمر قبل 11 من مارس حين أعلن الجيش الوطني والمقاومة فكاً جزئياً للحصار عن المدينة، يحشد الجيش الوطني والمقاومة قواتهما للدفاع تارة والهجوم تارة أخرى. القادة يتقدمون هذه المعارك بل ويسقطون قتلى في الكثير منها. فوقود هذه الحرب هم القادة أيضاً إلى جانب الجنود الذين يحملونهم كتفاً لكتف. أما تفاصيل المعركة على الأرض فقد دارت مواجهة عنيفة في منطقة المقهاية بوادي الضباب الواقعة فيها طريق رابط بين تعز والضباب والتربة. تسعى ميليشيا الحوثي وصالح من خلالها لقطع الطريق وعودة الحصار مجدداً، لكنهم واجهوا مقاومة عنيفة من قبل الجيش الوطني والمقاومة ليتراجعوا خطوات للخلف باتجاه صياحي ومنطقة الربيعي. حدائق الصالح وتبة الخزان وأجزاء واسعة من جبل هان مواقع شهدت اشتباكات عنيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة عليها، فيما يحاول الحوثيون الالتفاف من اتجاه 60 غرب جبل الهان لإحراز تقدم هناك بعد وصول تعزيزات كبيرة من اللواء 10 حرس جمهوري. في هذه المعارك لا مجال للاسترخاء أو التقاط الأنفاس، فالميليشيا تسعى لإعادة خنق المدينة من جديد، بينما ترى المقاومة بهذه المعركة بداية للخلاص الكبير.